الواحدة ظهرا في القاهرة، موجز الأنباء من أونلاين، أهلا بكم. التقى وزير الخارجية سامح شكري الشيخ الصباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، وبحث شكري خلال اللقاء التطورات الأخيرة التي تشهدها المنطقة وما تنطوي عليه من تصعيد يبعث على القلق، كما أكد موقف مصر الثابت الداعي إلى حل الخلافات بالطرق السلمية. من جانبه أشاد أمير الكويت بدور مصر المحوري على صعيد العمل العربي المشترك، موضحا مساعي الكويت للحفاظ على وحدة الصف العربي. هذا وتأتي زيارة شكري في إطار الجولة التي يقوم بها حاليا التي استهلها بالأردن والبحرين، حيث ستشمل الإمارات وسلطنة عمان والسعودية. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 9 مواطنين فلسطينيين بينهم 3 أطفال من محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية. هذا وقد أفادت مصادر أمنية لوكالة وفا الفلسطينية أن قوات الاحتلال داهمت البلدة بعشرات من جنودها وآلياتها العسكرية، كما اقتحمت منطقتين في الخليج وفتشت عددا من المنازل. تواصل قوات الجيش السوري تقدمها على محاور عدة في مدينة البوكامال بمحافظة دير الزور، وقد أوضحت مصادر عسكرية سورية أن القوات بدأت هجومها من منطقة الميادين على الضفاف الغربية لنهر الفرات نحو مدينة البوكامال القريبة من الحدود السورية العراقية في القسم الشرقي من دير الزور، وتمكنت من تحقيق تقدم لمسافة عشرات الكيلومترات لتصل إلى مسافة 35 كيلومترا إلى الغرب من البوكامال. لقي أكثر من 300 إيراني مصرعهم وأصيب المئات بجراح نتيجة زلزال قوي ضرب إقليم كرمانشاه والواقع على الحدود مع العراق، وكان 7 عراقيين في الأقل لقوا مصرعهم وأصيب 150 آخرون بجراح في محافظة سليمانية إثر الزلزال الذي بلغت قوته 7.3 على مقياس ريختر. أكد رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري عدم وجود تدخل من الجانب السعودي في الأزمة الرهينة التي يشهدها لبنان، وخلال مقابلة تلفزيونية قال الحريري إنه قدم استقالته حتى تحدث صحوة في لبنان، مؤكدا رفضه أن يقوم أي طرف بحرب إقليمية في لبنان لمصالح دول أخرى. لقاءنا التالي على رأس الساعة.